لتكن مشيئتك جمعية مبنية على العطاء بسبيل الأخوة بالإنسانية. بمناسبة العيد الأول للجمعية أقيم قداس احتفال وريسيتال مع المرنمة جمانة مدور بمشاركة الأهالي مشاركة أهالي منطقة البترون. تفاصيل أكثر بهالتقرير. كان كاتدرائية مار اسطفان البترون. عنوان اللقاء العيد الاول لجمعية لتكن مشيئتك. لأن الخصام وفيهم وفيك وذرع الحياة عصير وعصير. برنامج الاحتفال بدأ بقداس مسائي شارك فيه عدد كبير من المؤمنين من منطقة البترون وسائر المناطق اللبنانية. ترأس الذبيحة الإلهية المونسينيور منير خير الله وعدد من الكهنة. رفعت الصلوات على نية كل المحتاجين، المتروكين، المتألمين، المسجونين وكل من تعنى فيهم الجمعية. خدمة القداس كانت لجوءة مار يوسف البترون. المونسينيور خير الله اللي ألقى عظة حكي فيها عن فعل العطاء تحدث لكاميرا يوم جديد. هي هالجمعية تأسست من وراء إيمان كتير كبير بيسوع المسيح وبشفاعة رفع معروزين صعب. بقى هالإيمان بده يترجم، خاصة اليوم بأحد الشفاء المرأة المنزوفي يلي قال له يسوع إيمانك خلصك. يسوع بيطلب منا إيمان وهالإيمان ينعيش. الإيمان بده قناعة والإيمان بده عيش، ما يبقى كلام فارغ. وزمن الصوم هو زمن المميز لنعيش فعلا إيماننا من خلال أعمال الرحمة، أعمال المحبة. مع كل إنسان بحاجة لمحبة، بيكون هو بالذات يسوع المسيح اللي عم نعمل معه عمل المحبة. يا يسوع الجليل أعطنا أن ضم الجراحة. بنهاية القداس تم عرض صور لنشاطات مختلفة قامت فيها الجمعية على مدار السنة. روزين صعب رئيسة ومؤسسة جمعية لتكن مشيئتك اللي عاشت تجربة خطيرة مع مرض سرطان بالدماغ وشفيت بقدرة الله وبشفاعة القديسة رفقة، شو بتقول عن السنة الأولى من عمر الجمعية؟ بقوة الله نحن صار لنا السنة، وهيدي شغلة كتير كتير عزيزة على قلبي، لأنه هالجمعية هي تأسست أساسا بمشيئة الله، فكانت سنة صاخبة على كل الأصعد، فعطول لأنه هالجمعية هي بهدف العمل الإنساني والخير، ما بقدر أوصف لك قديه بنواجه صعاب. بقى بتأمل وعبر الاو تي في اللي هي الصوت اللي بيودي انه ان شاء الله يكون في مجال انه يصير عنا دعم لجمعيتنا. ما بتكمل فرحة الاحتفال الا بصوت وحضور المرنمة جمانة مدور اللي قلبت ايمان الحاضرين بما قدمت من تراتيل واناشيد اثرت فيها المسافة بين السماء والارض. جمانة مدور، صرتي بالنسبة لكتار من الأشخاص بمثابة يعني البلسم اللي بنحط على الجرح لما بيكونوا حاضرين ليسمعوك، بحسوا حالهم أنه يعني شفيوا من عذاباتهم. قد بتحس أنه في هيدي مسؤولية على جمانة مدور أنك دايما تكوني عم بتفكري بوجع وبفرح الناس بنفس الوقت؟ ليك انا بعمل اللي علي، يعني بقول له يا يسوع انه انا جاي اعمل اللي علي من قلبي، انت بتصطفل، يعني النية منيحة والاحلى من هيك تبقى الثمرة، مش كل هذا الثمرة عم بتكون منيحة. وبصدقني اوقات بتطلع مثلا فيهم بقول يا يسوع انه بصلي عن نيتهم، انا بكون عم برتب بقول انه عن نيتهم، بس انت بتعرف شو اللي لازم تعطيه، انت تعطيه، ان كانوا موجوعين ان كانوا فرحانين، بس بقوة ربنا انه دايما يعني دايما في فرح في رجاء. اصلا نحن مسيحنا مسيح فرح ورجاء، منه غير هيك ابدا رغم كل شيء وشو ما يكون بنا. يا امي موجوعين من اساس زمان، من وعد التسير من صلي للانسان. يا امي موجوعين من اساس زمان، من وعد التسير من صلي للانسان. اللي ناطر من سنين ناطر البسمه، ناطر الرحمة من قلب الإنسان.
الاحتفال اللي استمر على مدى 3 ساعات شارك فيه عدد كبير من الجمعيات والأندية، وكان حضور لافت لابن البترون معالي وزير الاتصالات جبران باسيل. جمنا مدور، شو بتقولي لمشاهدي برنامج يوم جديد على الاو تي في؟ ان شاء الله بقوة الله كل يوم بكون في يوم جديد على الاو تي في وكمان بين البشر، وشو ما صار معنا مقاسة بذات النهار نقول معلش يا يسوع المسيح، هيدا نهار مرق، بكره يوم جديد رح حبك اكتر. لأن الحصاد وفير وفير، ودرب الحياة عصير عصير، تعالوا لننشر روح العطاء، ونعطي قليلا ونفرح كثير.